الو، تفضل. ها وليد، شو اشبيك؟ اعطيني مجال خلينا نسولف وياك. خليته فلتت، خلينا يا نسولف. ابني الخطبه الشخصيقيه ديت من عندكم، الخطبه انت الفتاكيه دي من اشبيك عندكم. سكتت؟ اشبيك سكتت؟ انا مش جاي انا اناقشك. بلزمك بما اشبيك؟ الزمت به اعطيني نفسك. انت عندك دلوقتي تناقض، ازاي الصحابه لسه ضاربينها من يومين، وازاي دلوقتي الصحابه بيبكوا لما اتكلمت؟ بس يعني مجرد انها اتكلمت بيبكوا. اتفضل. يعني انا جاي اسالك، انت جاوبني على سؤالي. قاعد اقول لك تصدق بالخطبه يا عم الفدكيه انا ولا ما اصدق؟ بلزمك بما الزمت به نفسك، انت اللي الزمت نفسك بالروايه. انا مالي الله الروايه دي اكبر، عندي الله اساسا، اكبر. احطها في جاز وسخ واولع بيها. يعني دي احطها في جاز وسخ واولع فيها. هاي بالنسبه لك، بالنسبه لك ايوه، لكن احنا انا بالنسبه بلزمك لك، بما الزمت بالنسبه به نفسك، لرواياتنا. مش انت. انا عايز اسال سؤال، مش حبيبي انتوا اللي قلتوا انها اتضربت جاوب وان جاوب. الجنين اتكسر، بتاع الجنينها اسقط والكلام ده كله؟ وانتوا اللي قلتوا لما دخلت على الصحابه، الصحابه عيطوا، المهاجرين وانصار، يعني المهاجرين وانصار اللي لسه ضاربينها امبارح، هم اللي بيعيطوا النهارده. شلون مرتدين كمان ونواصب ومغتصبين الخلافه وضاربينها وكسرين ضلعها واسقطوا الجنين، ودلوقتي هم اللي بيعيطوا؟ الله يهديكم. كملت لو ما كملت؟ كملت سولف كملت خلصت. كملت. يلا اتفضل. حبيبي، احنا بالنسبه لرواياتنا، انا ما اقدر اعيد عليك هالمنظور. احنا رواياتنا تجي عني، عن ابي، عن جدي، عن محمد، عن جبرائيل، عن الله. هاي شيء منتهي من عندي، مو انا انت ماليش ولا دعوه غيرك بقى علمنا. بالقصه، الشغله انا الثانيه، انا ماليش دعوه بالقصه دي حضرتك. انا حبيبي بس دلوقتي اسمعني، حضرتك انت ليه ما خلوا الروايه واحد يسولف؟ الخطبه يا الفداكيه اخي ما ديت، خلوا واحد حضرتك يسولف، ما انت اللي خلوا واحد بتؤمن يسولف. بيها ولا ما تؤمن بيها؟ انت اللي اعطيني تؤمن بيها مجال، ولا ما اعطيني تؤمن مجال بيها؟ شويه اسولف. انت ادري شنو التهريج مالكم؟ ما يبطل صعد على المنصه. والله اعطيني العظيم ما مجال فاهمين نسولف. حاجه. طب اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل يعني اتفضل. هسه اذا سولف ما تحكي له، هم تحكي تقاطعني. اتفضل. بالنسبه لهاي الروايه، انت كمل الروايه كلها، اقراها وخذ خلاصه الحديث من عندها. كلام السيده الزهراء كان تجاه الصحابه والموجودين الخلفاء الراشدين، الله ما اعرف شو يسوي بيهم. شنو كان رده فعله؟ كانت عباره عن عتاب، او عباره عن كلام مثلا دار بيناتهم حديث فلكسيبل عادي طبيعي، ولا كان حديث بيناتهم يعني عباره عن واحد حق مقصوب؟ سيده الزهراء نزلت عليهم بالكلام وبالاهانه وبالرزايل، يعني معناها خذوا حقها، يعني شيء واضح. وهي الروايه ثابته عندنا، وبنفس كتبكم موجوده عندكم هاي الروايه، خطبه فدك ثابته. شنو بعد؟ خلصت؟ خلصت؟ ايه خلصت. طيب اعيد السؤال تاني. انتوا لسه امبارح قايلين انها اتضربت، دلوقتي في بدايه الروايه بتقول ان الصحابه اللي ضربوها امبارح هم اللي بكوا من كلامها دلوقتي، افهمها ازاي؟ انا عايز المقطع ده، عايز افهم ده ازاي شلون؟ والله بعد روح اسال الخليفه، قل له ليش مره اغتصبت حقها مش وليش بقول مره لك يا اضربوا، ابني ليش مره ليش ترتبوا له بكيت؟ بردعه، اديني سبتك اهو، يعني انا اديني سبتك في الاخر وما جاوبتش برضه على السؤال.